لعلم النفس الإيجابي تتمتع العبارات الصغيرة بكثير من القوة والجاذبية وأكثر من ساعات وساعات من القراءة والمحاضرة المملة. لكن العبارة الإيجابية القصيرة تولد تلقائيا تفكيرا إيجابيا، حيث يمتلك عقلك كل الأصوات لاستيعابها بسهولة أكبر. هذه العبارات الصغيرة تجعلك ترى الأشياء أكثر تفاؤلا، وبالتالي تمكنك من مواجهة الحياة بفرح. أنا لم أفشل، لقد وجدت ألف طرق لا تعمل. تنسب هذه العبارة إلى توماس أديسون، عالم ومخترع المصباح الكهربائي. بهذه العبارة يقول أديسون: إنه لا ينبغي لنا أن نشعر بالإحباط إذا لم تنجح مشاريعنا في البداية. بدلا من ذلك، ما يتعين علينا فعله هو القيام من التجربة والمثابرة. المكان الوحيد الذي يأتي فيه نجاح قبل العمل هو القاموس. قائل هذه العبارة الشهيرة هو فيليل ساسون، رجل أعمال ومبدع قصة باوهاوس البسيطة. ما تعنيه هذه العبارة أن الإعداد النظري ضروري قبل البدء في أي شيء من طموحاتنا، وليس بالضرورة أن يكون الإعداد أكاديميا. ومع ذلك فمن الضروري أن نخطط لأهدافنا، وعندها يحين وقت العمل. كل إنجاز جدير بالاهتمام، كبير أو صغير، له مراحله وانتصاره، بداية قتال ونصر. وعلى الرغم من أن المهاتما غاندي لم يكن رائد أعمال، إلا أنه كان قائدا سياسيا محنكا وروحيا عظيما. ليس من المستقر أن يؤثر على استقلال الهند بشكل أساسي. يحرم البعض بإنجازات عظيمة، بينما يظل آخرون مستيقنين ويتصرفون. هذه العبارة مجهولة ولكن لها عمق كبير لتحقيق أحلامنا. ومن المفارقات أنه لا يكفي أن نحلم فحسب، بل يجب أن نتحرك. لكن أكبر مكافأة كونك مليونير ليست مبالغ المال التي تجنيها، بل نوع الشخص الذي يجب أن تكون في المقام الأول لتصبح مليونيرا. هذه العبارة المنسوبة إلى جيم رون: إذا سعينا جاهدين وحققنا في نهاية المطاف نجاح، فلن ننجح فقط، بل نتعلم أيضا القيم الأخلاقية التي ستكون جزءا منا إلى الأبد. ننتقل إلى رحلة الألف ميل. تبدأ بالخطوة الأولى. لاو تسي صاحب هذه المقولة الفيلسوف الصيني يخبرنا أنه من المهم الاحتفال بالتقدم الصغير، كما أن الفشل هو فرصة لبدء عمل من جديد، ولكن بشكل أكثر ذكاء. كان مؤلف هذه العبارة هنري فورد، مؤسس شركة فورد موتورز. ادعى أن الفشل ليس خطيرا، لأن الفشل يعطينا مكافأة حلوة ومرة للتعلم من التجربة للتحسن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.